مولانا لا تفوتنا الفرصة توصياتكم للشباب وللمسلمين عامة. في الحقيقة في مثل هذه الظروف التي يحاول في الحقيقة أهم أهداف الاستعمار الغربي هو شنو؟ هو صرف المسلمين والشيعة بالخصوص عن دينهم، لأنه وجد أن التقليل العددي للبشر لا يجدي عن طريق الحروب ونحو ذلك، وإنما يجدي شيء الأكثر هو شنو؟ حملهم على الأهواء والشهوات والانحرافات. فمن هذه الناحية هذا موجود. زين، حينئذ أحسن شيء وموقف يتخذه الفرد لنفسه هو مطالعة شنو؟ مطالعة الكتب الأساسية في أصول الدين وأصول المذهب، من قبيل مؤلفات سيد عبد الحسين شرف الدين والشيخ عبد الحسين الأميني ومحمود أبو رية وعبد الفتاح عبد المقصود ومحمد التيجاني وسيد عبد الله شبر وآخرين، وكذلك كتب التفسير القديمة والحديثة، وكذلك بعض كتب العقائد من قبيل فلسفتنا، من قبيل عقائد الإمامية، من قبيل أصل الشيعة وأصولها ونحو ذلك من الأمور، ولربما أيضا تدخل في هذا الصدد وربما مؤلفات أخرى. الحقيقة أن النجف منبع للفكر الأصيل في الحقيقة، ولا ينبغي أن يقاس عليها جملة من الكتيبات التي صدرت أخيرا والتي لا قيمة لها. لا، أنتوا اسمعوا من يعني الشباب والمفكرين والمثقفين، ينبغي أن يقيسوا النجف بمفكريها وبمحققيها وليس بتوافيها لو صح التعبير. وفي الحقيقة في الختام أنا أشكر الأستاذ شكرا جزيلا على هذه الفرصة، حقيقة هي فرصة فوق الشكر، وفضله كثير أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وأنا إن شاء الله إن كنت من أهل الدعاء ومن من تستجاب دعوته سوف أدعو له بكل خير في الدنيا والآخرة في مضان الإجابة، ولا يجعلني الله مقصرا بخدمته، والحمد لله على شنو؟ حسن ظنه بي في الحقيقة، وإلا أنا أقل من ذلك. الله تعالى يعلم ماذا في النفس من أسوأ من النفس الأمارة بالسوء، ولكنه الله تعالى يتفضل بكشف الحسن وستر القبيح جل جلاله، وهذا ما من به علي والحمد لله رب العالمين. أنتم في ختام بص عالمان اين يا نبي الله يا رسول الله امين توی گفتن از حبوط آدم تا الانی که شما آمدید من مجموعه ایام دنیا رو درک کردم، چون پدر ما ابلیس قسم خورده بود نگذاره آدم و بچه‌هاش به دیگه خدا کنن. علي علي علي